السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الحبيبة أمي دائما بالجديد بمقدمتها المعتادة دائما كالعادة، فيديو جديد ووصفة جديدة. طبق ديالنا ديال اليوم هو طبق ديال سباغيتي بالسمك. غادي نطيبوها بواحد النوعية ديال السمك، كيجي هاد الطبق لذيذ وغزال بهذا الشكل، هذا كيجي منظر جميل وشكله كيطلع جميل والأكل ديالو كيجي لذيذ ما شاء الله. الطبق ديالنا غادي نحضروه بالرجيلة ديال الكالامار ديال الحبار وسمك سبادو. من بعد سيدتي منين كتغسلي الكالامار وكتحيدي له الاحشاء ديالو وكتغسليه وكتنظفيه، كيكونوا دوك الرجيلات ديال الكالامار اللي حتى هما كنغسلوهم وكنحافظوا عليهم وكنطيبوهم مع الكالامار، لان الفوائد اللي في الكالامار كتكون في دوك الرجيلات، وبالاخص الا كان الكالامار كبير كيكونوا دوك الرجيلات ديال الكالامار يعني فيهم اللحم كثير، كيصلحوا اننا نقليوهم او نطيبوهم في دي صوص. كنستعملوهم بزاف الاستعمالات. انا اليوم غادي نديرهم في سباغيتي. بسم الله وعلى بركة الله، اليك سيدتي مكونات هذا الطبق. عندي بصلة مفرومة رقيقة، عندي جوج المطيشات او جوج حبات الطماطم اللي محكوكين، وعندي صوص ديال الطماطم مصبرة، وعندي القزبر ومعدنوس وزيت الزيتون والكالامار كيف ما قلت لك دوك الرجيلات ديال الكالامار، وعندي سمك سبادو. الرجيلات ديال الكالامار هما هادو منظفين نقيين، كنغسلوهم وكنخليوهم للاستعمال في بزاف الوصفات، كيعطيو واحد اللذة خاصة وكيتكالوا كيجيو لذاد، اما كنقليوهم اما كنصوبو بهم كيف ما قلت لك بزاف الاشكال. اما السبادو فهو نوعيه ديال السمك اللي كتكون اللي كتعيش في المحيطات، وبالنهار كتكون في اعماق المحيطات، وبالليل كتطلع على سطح البحر، كتبان كتكون باينه كيشوفوها الناس في سطح ديال البحر في الليل. سمك سبادو غني بالسعرات الحرارية، 100 غرام منه فيها 171 سعرة حرارية، فيها الكوليسترول، فيها الصوديوم، وفيها البوتاسيوم، السكر اللي ما فيهاش، السكريات ما كيكونش فيها، وفيها البروتين، وفيها الفيتامين أ وفيتامين سي، وفيها الفيتامين بي6، فيتامين دي، وفيها الحديد والكالسيوم والمانيزيوم. وسبادو ولا أبو سيف كيطيب بعدة طرق والأنواع والأشكال ديال الصوص. بسم الله وعلى بركة الله، أول حاجة كديري سيدتي هاد الكالامار وهاد الرجيلة ديال الكالامار كنسدو عليهم في طنجرة ديال الضغط باش كيطيبو، وكنوجدو واحد المقلاة اللي غادي نشحرو فيها البصل والطماطم. أول حاجة كنديرو وهي البصل، هاد البصلة ديالنا كتشحر حتى كدبال، غادي نديرو معاها مليحة وزيت الزيتون لا غير، وغادي نديروها فوق النار عافية مهيلة دائما، وغادي نخليوها تشحر حتى كيتبدل اللون ديالها. كنحضروا هذا الطبق، ومرة مرة غادي نتكلموا على السمك وفوائد السمك. من بعد ما درنا هاد البصلة تشحرات حتى ولات هاد اللون هكا مذهب، اللون الجميل هذا، غادي نزيدو عليها دوك جوج المطيشات او دوك جوج الحبات ديال الطماطم اللي حكيناهم، وجوج حبات كبار يعني ماشي صغار، حبات كبار، لو كانوا صغار ديري اربعة، انا حيت عندي طماطم كبيرة درت جوج الحبات. كنخليو هاد الطماطم والبصل كيزيدوا يتشحروا واحد شويش، ومن بعد كنزيدوا عليهم التوابل اللي عندنا.
التوابل اللي عندنا الملح كيف سبق الذكر، وبزار وخرقوم وفلفل حمراء. هادو هما التوابل اللي غادي نديرو في هاد الصلصة هادي. لاصوص ديالنا كتشحر وحنا كنحاولوا ما امكن باش كنحركوا هاد التوابل، ما كنخليوهاش في بلاصه واحده، يعني كنوزعوها على الطماطم والبصل اللي عندنا باش ما تحرقش لينا. وبطبيعه الحال كيف ما شتي سيدتي ما كنديرش الماء في لاصوص بحال ما هكا، ما كنديرش فيهم. والخضار كنخلي العصاره ديال الخضار هي اللي كطيب فيها ديك الخضره اللي كننزلو، لان ديك العصاره هي اللي كتعطي اللذه للاكل. وكنبقاو كنشحروا في هاد لاصوص حتى كتوجد. معلومه صغيره اليك سيدتي، ان السمك كيساعد على محاربه الزهايمر. من بعد ما وجدت لنا لاصوص ديالنا تتشحرات ونشفات مزيان بهذا الشكل هذا، لاننا غادي ناخذوا منها شي حاجه نطيبوا بها سبادو، شي حاجه غنخليوها طيب فيها سباغيتي، لان سباغيتي ما غاديش نسلقها، غادي نطيبها مباشره في اون صوص ديالها. عندنا القزبر ومع النوس كيف ما شفتوا لاصوص مركزه، وسبادو قطعناه طريفات صغار. على فكره هاد السبادو كيطيب في 10 دقائق، يعني بحالو بحال المخ، رطب بزاف وما كيبغيش تحرك بزاف. كنديروا جوج المعالق تقريبا من لاصوص، كنزيدوا عليهم واحد جوج المعالق اخرى من الطماطم المركزه او لاصوص اللي عندي الثانيه، وكندير فيهم سبادو. يعني التوابل راه كلها كاينه في لاصوص، وهاد السبادو ما كيبغيش كثره العطريه، لكن كيطيب بزاف د لي صوص، كيطيب بصوص بيضاء، كيطيب بصوص حمراء، كيطيب بالخضر، كيطيب بالشامبينيون، كيطيب بجميع الاشكال، كيجي مشوي على الفحم، كيتقلى، كيجي مقلي، كيجي مقلي بلا عطريه، كيجي مقلي غير بالملح والسودانيه. يعني اشكال والوان كتعجبي بهاد السبادو هذا في الطبخ ديالو، وكيجي لذيذ. كنديرو سبادو يطيب، وكناخدو الاشياء الاخرى اللي عندنا، كنزيدو الزيت اللي طبق اللي بقى عندنا، وكنزيدو لاصوص اللي بقات عندنا، وكنرويو على حساب فاش غادي طيب سباغيتي. كنديرو الطرجره ديالنا كتغلى، الوقت اللي كتغلى كنرميو سباغيتي. سباغيتي كتوجد، وجد لنا سبادو ديالنا بهذا الشكل هذا الجديد، صوص رائعة، يعني الريحة ديالها زكية طالعة. كنزيد عليها واحد شوية القزبر ومعدنوس حتى الاخر باش كتبقى ديك النسمة ديال القزبر ومعدنوس في الاكل ديالي، كيبقى طري، ما كنطبخوش بزاف حتى كيولي كحل، يعني القزبر ومعدنوس. وكنطيب بهذا الشكل هذا، يا سلام، جميلة اللون، زكية الرائحة، لذيذة الطعم، يعني كاملة مكمولة، إن صوص غزالة. وجربوا يا سيدتي هاد السبادو. الوقت اللي طابت لي هاد لاصوص وطابت لي السباغيتي في لاصوص ديالها، نزلتها بهذا الشكل هذا، هاد الشكل الرائع. وكان هاد الطبق البسيط بهذا الشكل الجميل. وكنصحك سيدتي انك تعلمي لوليداتك ياكلوا السمك، لان كيف ما قلت لك السمك كيحارب الزهايمر وكيقلص من خطر الاصابات بامراض القلب، ومعالجه الاكتئاب، وتقويه صحه العين، ومعالجه التهاب المفاصل، وتقليل من خطر الاصابه بالسرطان، وتحسين نوعيه النوم، وتخفيض مستويات الكوليسترول، والحد من خطر أمراض المناعة الذاتية. وحاولي سيدتي ما أمكن تخلي الوليدات ديالك من الصغر ديالهم يحبوا أكل السمك، لأن أكل السمك مفيد للمخ ومفيد
لديك المادة الرمادية اللي كتساعد على عدم تلف الخلايا ديال المخ، ديك لا ماتيير غريز اللي كتكون في المخيخ. عندنا المخ وعندنا المخيخ، والمخيخ هو اللي كتكون فيه ديك لا ماتيير غريز، المادة الرمادية هي المهمة عندنا في المخ ديالنا، وهاد المادة هي اللي كتمنع تدهور وظائف الدماغ أثناء الشيخوخة اللي كيدي بنا للزهايمر. كنتمنى سيدتي تكون هاد الوصفة عجباتك، وهذا هو الطبق ديالي، رفقته بالسلطة بمحبوبة الحبيبة أمي وبعشق الحبيبة أمي، وكان هذا طبق يعني كديريه للغداء أو كديريه للعشاء، متنوع عن الأطباق كيف ما كنطيبوا سباغيتي عادة. وكنتمنى سيدتي يروق لك هذا الطبق ويعجبك ويعجبوك الوصفات ديال الحبيبة أمي، وكنتمنى أنك استفدتي من بعض النصائح وفوائد أكل السمك. تسنيني سيدتي، عندي لك الكثير. قناة الحبيبة أمي هي قناتك سيدتي، قناة الحبيبة أمي هي قناتك بنتي العزيزة، قناة الحبيبة أمي هي قناة الكل سيدة. دخلي عند الحبيبة أمي، تلقاي فيها أختك، تلقاي فيها صاحبتك، وتلقاي فيها أمك، وتلقاي فيها بزاف النصائح اللي تفيدك في الحياة ديالك. قناة الحبيبة أمي دائما عندها الجديد، يوميا عندها الجديد، إما طبق جديد أو موضوع جديد. والسلام عليكم، مع جزيل الشكر للجميع.